عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوم عاده نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويأمره ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ما يولد الإنسان إلا وقد علم الله في الأزل أن رزقه سيكون قليل أو كثير، وأن عمره سيكون قليل أو كثير، وعمله ما هو سيعمل، وهل سيكون شقي أو سعيد. قالوا: وقد ورد في الحديث أن صلة الأرحام تطيل العمر. كيف سنجمع بين حديث أن صلة الأرحام تطيل العمر؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول قال أن الله يكتب أجله 90 سنة إذا هو يوصل رحمه، و80 سنة إذا هو يقطع رحمه، وهو مشروع. وقال بعضهم: بل ما بش غير هذا العمر واحد يكتب الله، لكن يبارك الله في عمره، فكأي من شخص يموت وعمره نحو 70 سنة ما يموت إلا وقد عمل أعمال لا أكثر بها أبدا، يبارك الله في عمره. وكأي من شخص يتعمر 60 أو 70 أو 80 أو 90 سنة وما يبارك الله فيهم، يصير هكذا لا قضاء ولا سلام هكذا. قالوا: يبارك الله. مثل النووي، الإمام النووي مات وعادوا في نيف 40 سنة، عادوا شباب، ما مات إلا وقد ملأ الدنيا مؤلفات. مؤلفات النووي المهذب والمجموع ورياض الصالحين وشرح صحيح مسلم وتهذيب الأسماء واللغات وغير ذلك. ومثل الشوكاني مات وعمره في 77 وقد إملى الدنيا مؤلفات وإملى اليمن أحكام، كل حكم شرعي يعمدها الشوكاني. الأحكام الشرعية ما تنفذ إذا لم يقرأ الطرفين إلا بعد ما يكتب يعتمد، أي أنه قائم مقام المحكمة العليا هذا الأيام. جميع الأحكام وجميع البصائر في هذه الأيام ما يشتب الله يعمدها، فإذا قد قال يعتمد صح. إملأ الدنيا أحكام، وأيضا إملأ الدنيا مؤلفات، وأيضا إملأ الدنيا طلبه، يجي يدرس من حين وعاد عمره 25 سنة إلى أن عمره في 27 سنة 62 كم من حين عاده في 20 سنة إلى 77 سنة كم 57 سنة وهو بيدرس الطبعات، عند الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث، 3 أجيال الذي درسوا عليه. فقالوا: يبارك الله في عمره. وزارت واحد يموت وما عملش أي شيء، مثل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، تولى 1.5 سنة وعمل إصلاحات ما عملهاش بني أمية في 86 سنة. هكذا يبارك الله في عمره. تولى 100 سنة وكسور ومات عمر بن عبد العزيز ما قد وصلش 50 سنة، وهذه الإصلاحات الذي أصلح الله بها الأمة. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل عمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق علمه عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل
يعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. فلهذا ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله حسن الخاتمة، لأن العبرة بخاتمة الإنسان في آخر عمره. حسن الخاتمة لأن الناس يعمل الأعمال السيئة وآخر عمره يعمل الأعمال الحسنة، وبعضهم يعمل الحسنات وفي آخره يعمل السيئات، فالأعمال بخواتيمها.